في أول مبارياته في هذه المجموعة التي بتضم توفيق أمنياتنا أيضا للكتيبة الخضراء ماجد موجود في خط الأمامي بالنسبة لنادي العربي. إذا صافرة الياباني هوريكي كاساهارا تنطلق في هذه المواجهة هنا في استاد نادي الكويت وبطبيعة الحال في جهة اليسار إلى إيوالا. إيوالا في أول لمسة إيوالا المنتشي بعطاءات الجيدة في البطولة المحلية. مع ثابت ثانية وقف اللعب إلى مرتدة شباب